أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا والمدام. معاكم هبة عبد الجواد، وهعرفكم سريعا على المسابقة بتاعتنا. بيبقى معانا اتنين كابلز قدام بعض، تمام، وبنعمل لهم اختبارات وأسئلة عامة، وبنشوف مدى الحب والصدق والكذب بينهم. هنلعب كتير قوي وهنكسب جوائز، وأكبر جائزة معانا هي 150,000 جنيه. أحب أعرفكم بضيوفي. أستاذة هبة، اهلا وسهلا حضرتك. محمد. تمام. مها. وحضرتك حسين. انتي اتجوزتي محمد بقى قد ايه؟ 8 سنين. 8 سنين. اتجوزتوا عن حب ولا صالونات؟ لا، عن حب. قعدتوا قد ايه بتحبوا بعض؟ يعني حوالي 10 سنين تقريبا. 10 سنين قبل الجواز. أوه. يعني بقى لكم 18 سنه مع بعض. تمام. ما شاء الله عندكم اولاد؟ عندنا عصيف. اوكي، تمام. بتثقي في محمد بنسبه كام في الميه؟ يعني الحمد لله بثق فيه 100%. الحمد لله 100%. شايفه ان ده رقم كبير شويه، نسبه كبيره. ما هو ده عشان خاطر احنا كنا بنحب بعض اصلا، فيعني اكيد لازم يبقى فيه ثقه. ساعات الحب بيخليكي حاجات ما تشوفهاش. ساعات اكيد، بس اللي هو مش هيخليني يعني ابوظ الدنيا عشان خاطر حاجه صغيره يعني بيعدي. مهلا. شايفه اللي هي بتقوله طبيعي ان ممكن حد يثق في حد 100%؟ انا ما اتجوزتش عن حب، فيعني ممكن يكون هي موقفها مختلف. اوكي، طب انت اتجوزتي يعني اتجوزتي ازاي؟ احكي لنا قصه جوازك جت ازاي. كنت رايحه اعمل عمره انا ووالدتي، وهو عنده شركه سياحه، فكان بيخلص لنا الاوراق، فتعرفنا على بعض واتجوزنا. تمام. فمش عارفه الموقف، يعني انا دايما بحب يعني افضل اساله حاجات كتير، ولازم يبقى عندي ما عندوش حاجه سكيور عندي عليا، يعني احب ابقى معايا كل حاجات تخصه. شك داخل شويه في العلاقه يعني؟ لا مش شك، بس انا عشان ما اتجوزتش عن حب يمكن يكون موقفنا انا وهي مختلف. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي فقره الاسئله العامه. هطرح عليكم 10 أسئلة، مطلوب منكم ان انتوا تردوا بسرعه من غير تفكير. اللي هيرد اسرع هو اللي هتتحسب له البوينت. اوكي، اول سؤال معانا، ايه الطائر الاسرع في العالم؟ نعنى. بوينت. كم عدد القلوب لدى حيوان الاخطبوط؟ 3. بوينت. ما هو الحيوان الاسرع في العالم؟ فهد. 2 points 1 point. في اي في اي مدينه تقع ساعه بيج بن الشهيره؟ لندن. اوكي، هنا تعادل. ما هو علم السوسيولوجي؟ بيئه الاجتماع. الاجتماع. برافو. كده خلصنا فقره الاسئله العامه. طبعا فريق مها جاوب اكتر منكم. اوكي، هنروح دلوقتي للفقره اللي انا شخصيا بحبها جدا، وهي فقره الرجاله ما عرفوش يكذبوا، ودي هتبقى مع رجاله بس. استنوا. ودلوقتي مع فقره الرجاله ما بيعرفوش يكذبوا، وده جهاز كشف الكذب. هنسال الاستاذ سؤال، الاستاذ لو جاوب عليه بالاجابه الصحيحه هينور اخضر، لو جاوب عليه من اول ما يفكر بس ان هو يجاوب غلط هينور احمر. تمام، جاهز؟ اه جاهز. قد التحدي؟ اتفضل، هنقدم ان شاء الله. بتحب مراتك؟ ايوه. ايوه بحبها. بتشوف الراجل ازاي اللي بيتجوز على مراته؟ يعني بتشوفه بيعمل حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ بيعمل حاجه وحشه يعني، اعتقد ان هو بيعمل حاجه وحشه. عدد ايام الاسبوع؟ 7. 7. بتفكر؟ لا مش بفكر، معلش بس الاسئله بس شويه اللي قبلها كانت. تمام، لو جالك سفريه اه هتطول فيها شويه. تمام. هتحب تاخد المدام ولا تحب تكون لوحدك؟ على حسب بقى، ان انا عايز استجم لوحدي، فلا يعني ممكن لوحدي. لوحدي. تمام. محمد صلاح بيلعب في نادي ايه؟ ليفربول. اه ليفربول. تمام. ايه رايك في الخيانه؟ حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ لا هي وحشه طبعا، يعني وحشه. خنت مراتك قبل كده؟ لا ما حصلش. لا.
مراتك اول حب في حياتك؟ تمام. الجهاز بيحس بكل جسمك من قبل ما تفكر. تمام، انا جاوبت صح يعني. جاوبت صح؟ اكيد. انا خلصت والنتيجة هتظهر على الشاشة. اتفضل. طيب. مكان حضرتك. جهاز. جاهز؟ جاهز. عرفت المسابقة؟ ولا شرح تاني؟ لا لا. مراتك أول حب في حياتك؟ آخر مرة سافرت فيها كان امتى؟ من حوالي 23 يوم. كنت لوحدك؟ كنت لوحدي. خنتها قبل كده؟ لا. الخيانة بالنسبة لك شيء كويس ولا شيء وحش؟ لا طبعا شيء وحش. أنا خلصت. شكرا ليك والنتيجة هتظهر على الشاشة. سلام. ورجعنا لكم بعد الفاصل وخلصنا فقرة الرجالة ما يعرفوش يكذبوا، ودلوقتي هنعرف النتيجة. تعالوا كده بصوا معايا على الشاشة. طبعا تيم مها 92% وتيم هبة 84%. يعني انا قلت هو اساسا يعني انا مش مصدقاه اصلا، يعني اكيد بتاع ده غلط في حاجه. انا برضو حاسه بصراحه ان الكلام ده ما بيبقاش حقيقي، يعني مش معقول. بس هو اللي استغربت له اسئله الرياضه، لما سال اسئله الرياضه وعمت مظبوط، يعني لما قالوا حاجات بس انا مش فاهمه، يعني مستحيل يعني برضو. يعني عشان بس ما يبقاش يعني الموضوع احنا جايين نلعب، يعني مش عايزين نعمل حاجه اكبر من ان احنا نلعب. يعني انا الحقيقه مش انا نفسي مش حابه الموقف، بس وحابه ان كلكم تكسبوا. انا بالنسبه لي دلوقتي انتوا الفريق الخسران وفريق مها الفريق الكسبان، بس زي ما كنت بشرح لكم احنا معانا كارت ممكن نستخدمه علشان يبقى فيه تعادل ويبقى لسه ليكوا فرصه ان انتوا تكسبوا ال 150,000 جنيه. فلو عايزين تستخدموا الكارت ده القرار قراركم، بس وانس ان انت هتقول لي مش هنرجع في اي ستيب من الاسئله بتاعتنا، ما ينفعش تنسحب في النص. تمام ماشي. هو انا بس يعني سؤال برضو، طب ماضي على اقرار بالاذاعه. ايوه تمام اكيد، بس هو الكارت ده طب هيبقى ما انا خايف بس يطلع زي ده، لانه يعني مش عارف. مش انت بتقول ان الجهاز غلط؟ طيب يعني تمام. موافق ولا مش موافق؟ لا يعني موافق. انا اكيد موافق عشان عايز اكيد موافق. ان انا اوكي. طيب يا جماعه بليز حد من الكرو يجي ياخد موبايل استاذ محمد. اسئله برضو هي ولا استاذ محمد موبايلك؟ هو انا ليه حاسه ان احنا كده يعني التكنيكال؟ ليه التوتر ده؟ يعني ليه حاسه ان احنا قاعدين متوترين؟ ولا اي حاجه. حد من التكنيكال يشوف؟ عايزين نفتح الجاليري استاذ محمد نشوف الصور اللي عنده. هبه هتتعرف على صحابه ولا لا؟ لو في خروجات معينه مع هبه ممكن نفتح الواتساب. هو ده ايه علاقته بالموضوع؟ انا مش فاهمه ايه علاقته بالموضوع. واحنا جايين بنمسك على بعض حاجات هنا، احنا جايين في برنامج المفروض مسابقات، احنا هنسال اسئله وخلاص. انت مش قلتي انت واثقه في 100%؟ طب اوكي، ايه لازمتها يعني ده على يعني قدام الهوا؟ يعني مش احسن مسابقه؟ انا برضه بصراحه مش حاضر. حضرتك وافقتي من الاول على المسابقه؟ هو وافقت عشان دي مسابقه اسئله، مش مسابقه ان احنا هنقعد نفتش في حاجه بعض ونعمل الكلام ده. هو مش تفتيش لو مفيش حاجه غلط يبقى خلاص. بس عارفه دول ايه؟ هبه. مين دول؟ اصحابك في المدرسه من زمان. اساميهم ايه؟ ده اسمه تقريبا احمد علي، وده مش يعني مش فاكره الاسامي قوي بصراحه، لان هو يعني ده من ابتدائي يعني. أوكي. بس انا واثقه ان دول صحابه وهو بيبقى كتير معاهم، يعني علاقتهم كويسه ببعض يعني. انا عارفه. فيري جود. الصوره اللي بعدها يا جماعه ده فين؟ في المدرسه عند ابنكم؟ لا في مدرسته هو، وهو صغير. بس هو اسئله سهله يعني. اوكي
يعني بيعملوا يوم بيتجمعوا فيه في المدرسة؟ يعني اقول هو يوم يعني يتجمعوا كلهم اللي هم الدفعة بتاعت زمان يعني كلهم يشوفوا بعض بقى وكده. دي حاجة حلوة جدا. اكيد طبعا. بياخدك معاه في المناسبات اللي زي كده؟ او يعني احنا يعني بحاول اكون متواجدة معاه في كل حاجة، بس ساعات ما بعرفش عشان خاطر ابني يعني، فمعرفتش اكون متواجدة في حاجة زي دي يعني. اوكي. الصور دي طب يعني قولوا لي، طب يا جماعه انتوا هتخشوا على الحاجات الخاصه. طيب انا كده دي اختك؟ لا. طب يا جماعه بلاش الصوره دي، بلاش، خلينا في اللي بعدها. في شبه منها، دي اختك ولا اخت؟ لا ولا اختي ولا اخته. الصوره اللي بعدها بعد اذنكم، دي بنت خالتك. يا استاذه امان نعم. بس الصور يعني دي احنا قلنا الكلام ده نوقف يعني تصوير خالص عشان لا ثواني ثواني احنا احنا لا والله لا يعني خلاص ثواني بس احنا دايرين ثواني انا بس بقى احنا ماضيين على اقرار واحنا دايرين احنا هوا. يعني ايه ماضيين على اقرار؟ اقرار بايه يعني؟ مش فاهم يعني الاقرار بخراب البيت يعني ولا ايه؟ مش فاهم. خراب بيت ليه؟ خراب بيت انا بس مين دي؟ دي قريبتك؟ ايوه يعني من قريبي او من بعيد كده بس يعني قريبك. طب انت اسمها ايه قريبته؟ معرفش والله معرفوش. طب يعني والله بس هو الفكره كلها انتوا يعني يا جماعه طب تعرضوا الصور دي ليه بس؟ يعني الصور دي حاجه خاصه بيا يعني انا يعني انا ما مش هتب ازاي؟ طيب طيب انا معلش يا جماعه يعني انا طب مش طب بس 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 استني طيب بس طب ما تزوقيش يعني ما هو طب مين ايه طيب؟ دي كان في تصوير كده كنت بعمل حاجه تيك توك يعني تصوير فين؟ طيب ما ممكن نصور صح يعني بعمل بصور اكيد بعمل فيديوهات بس وبتاع ف هو ممثل. ايوه فيديوهات فين يعني؟ مش فاهم فيديوهات فين. كنت بعملها مع صاحبتي في ال... ايوه مين دي طيب؟ انا ما اعرفهاش. مش لازم كل حاجه تعرفيها. لا انا ببقى كل حاجه عارفاها. مش يمكن هو بيصور بيعمل فيديوهات هو بصي ما لا لا ايه بس ايه تمشي فين؟ احنا قاعدين فين؟ بصي يعني هو الكلام ده كله بيتعرض قدام الناس؟ طب يمكن ماشي هو بيقول ان هو بيعمل فيديوهات، ممكن بيعمل فيديوهات على تيك توك او حاجه زي كده. فيديوهات بالطريقه دي لما نروح البيت بس نتكلم. طب خلاص يلا نروح. طب يا جماعه ده برنامج عشان خاطر بس لا 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 ده ده برنامج رياليتي شو. احنا حابين نعرف. ما كنتش اعرف ان ده هيحصل خالص. طيب وانا ولا انا وانا ما احبش ابدا ده يحصل في البرنامج بتاعي، بس خلاص للاسف احنا اتحطينا في موقف وده رياليتي شو. طب خلاص انا هعتذر. انتوا خدوا كمان براحتكم. بس ايه دي؟ استني 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 براحتكم. لا لا هنتكلم بس تعالى. لا لا ما تقوليش عادي بس. لا والله لا يا جماعه لا احنا هنتكلم في البيت. هنتكلم في البيت بس كده. عادي بس اقعدي اقعدي بس اقعدي بس اقعدي. مش هينفع. طيب مش هينفع. لا مش هينفع. اهدي بس. طيب اهدي اقعدي يا بنتي بس اهدي بس اهدي. مش عايزه بس انا هتكلم معاهم بس اشوف الصوره دي ازاي بس. ويا ريت لو بقى في صوره ثانيه اشوفها بالمره عشان خاطر ايه. طيب اوكي انا هعمل لك اللي انت عايزاه. اهدي. طيب يا جماعه عشان بس يمكن لو يمكن هو مش عارف يعني مش فاكر واحنا على الهواء، لو في مكالمات او حاجه افتحوا لي فويسز. لو في مكالمات اخر رقم كان مكلمه او رقم اللي بيكلمه كتير في اللوج ممكن نشوف مين. طب طب ايه لازمته بس استاذ؟ هو في ايه يا جماعه؟ وانتوا انتوا بتعملوا كده ليه؟ انا بحاول ان انا مش كده والله يعني كده النهارده كده. ما هو انا متاكده ان انا اكتر واحده بتكلمه في التليفون يعني ده اللي انا متاكده منه. فيعني ايه تاني بقى يعني؟ هو كان لسه معايا. مسجلك ايه على الموبايل؟ هي دي هيدن فولدرز يعني مش موضوع بيسجل يعني بتكلم على التليفون بتكلم. ايوه هو كاتبك ايه على الموبايل عنده؟ استغفر الله. مسجلني باسم. مسجلك باسمك ايه بقى؟ اسم اللي هو بيدلعه لي حاططه في الموبايل. يا ريت لو فويس من واحد صاحبه. وانا مش بروفك ولا حق عليك. هي دلوقتي بتشتغل بتقالك كده طول الوقت. ما تقوليها اي حاجه اخر. قولها انا كرهت وقتي نقطه في المستشفى عندك اوديشن اي حاجه. وخليني اشوفك. قلبك كده. نكمل نكمل. خلاص ولا لسه في تاني؟ خلاص ولا لسه في تاني؟ خلاص هو احنا كده على الهوا؟
كده اهو. خلاص ولا لسه في تاني يا جماعه؟ عشان بس نعرف كل حاجه مره واحده. يا جماعه ايه اللي بيحصل ده؟ طيب انا اسفه جدا بجد. انا بقى كده خلاص بيوتي. لا بقى بس هنطلع فاصل فاصل يا جماعه وراجعين لكم تاني، استنونا. شكرا. تقولي البيت طيب ممكن تفتحوا الباب لو سمحتوا؟ هو بيتقفل، هو بيتفتح من بره. طب خلاص انا عايزه امشي. طيب عايزه امشي. ما تزعليش طيب، مش عارفه امشي. على فكره انا اختي حصل معاها كده، بس بعد كده هم اتصلحوا وبقوا كويسين، هو بقى كويس وكل حاجه بتاعته يعني بيبقى خير ان شاء الله. ابتلاء بس لا مشي كويس. خلوني امشي دلوقتي. طيب خلوني امشي. انا اسفه مش عايزه اخفف. طب بص مش عايزه ومش هكمل حاجه تاني. استنى نمشي سوا كلنا. لا انا عايزه امشي دلوقتي. ممكن تدخلي بس؟ لا مش هدخل تاني ومش هقعد تاني. لا لا مش هقعد تاني. لا انت ما تقفليش حد تاني. مش هتكلم في حاجه تاني. لا انت قلتي لي كده المره اللي فاتت. لا 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 مش عايزه اسمع اي حاجه تاني خالص ولا اعرف اي حاجه. لا بس بجد لو ما قفلتيش الحلقه انا هقوم هبوظ لك الحلقه والله. هقفلها. انت قلتي كذا مره كده والله هقفلها. لو بتعملوا كده انا مش ده هدفي على فكره خالص. ما بحبش ابدا ان البرنامج يطلع فيه هو ده مش برنامج اصلا. ده برنامج خراب بيوت اصلا. انا اسفه ارجعي بس دقيقه وهقفل الحلقه. حاول ماشي حاول. ما تضغطوش عليا. انا خليني امشي. خليني امشي. لا لا والله حرام. انا اسفه. بصي هعمل كده. بليز مش هقدر. انتوا بتعملوا معلش دقيقه واحده. حرام عليكم والله. حرام عليكم. حرام عليكم. هقفل الحلقه. ما تعيطيش عشان خاطري. ما تعيطيش. انا اسفه والله. انا اللي اسفه. انا مش عارف الجو طبعا. ما اعرفش انا. الله يخرب بيت الرجاله. انا عرقت يا جماعه. انا اسفه. انا اول مره في حياتي اتحط في الموقف ده بجد. خلاص يا جماعه. طيب خلاص عايزه امشي بجد. طيب خلاص انا ما طب تعالي اقعدي معايا. انا مش هقعد. انا الحلقه دي والله هقفل الحلقه خلاص ارجوك. هبه عايزه تقولي حاجه؟ لا انا عايزه امشي بس يعني يا ريت حضرتك تقفلي عشان خاطر ممكن. انت قلتي لي على فكره انك هتنهي الحلقه من بدري لو سمحتي. طيب هبه مها مبروك نص مليون جنيه. شرفتينا ونورتينا. فانا والمدام هبه شرفتينا ونورتينا في برنامج المتزوجون مقلب. مقلب ايه بقى؟ ايه ما بيحبك جدا. ايه الكلام ده؟ الكلام للدكتور ذات نفسه. ايه ده؟ لا الصوره طبعا يعني ما نعمل مقلب. اتحطت امتى وكل ده حصل امتى؟ مش مهم بقى. شطارتك اهم حاجه. انت حابه نذيع ولا ايه؟ عشان كده طبعا نذيع. لا بص للكاميرا. بص للكاميرا وقولي نذيع. ده فيك يبقى تمام. ماشي قولي موافقه نذيع الحلقه. اهي موافقه نذيع الحلقه. موافقه؟ تمام. تمام. تعالوا يا جماعه.